طبعا هنا كلمة الرئيس قيس سعيد في الحقيقة يعني تتالت مثل هذه الخطابات التي تثير جدل كبير، خطابات نارية، تهديدات واتهامات ضد الخصوم إلى غير ذلك، ولكن في الآن نفسه التونسيون وكأنهم تعودوا كذلك على مثل هذا الخطاب. ربما كان في البداية هذا الخطاب يجلب الانتباه بكثرة، لكن الآن أصبح وكان خطابا يعني ممزوجا، لأنه لم يرفقه بأفعال. يتحدث عن الفاسدين والفساد وما شابه ذلك، ولكن لم نرى إجراءات، لم نرى مبادرات تشريعية. يتحدث كذلك عن رفع الحصانة والبرلمان، لا أحد طبعا هنا في تونس ربما يرفض ما دعا إليه حول رفع الحصانة والبرلمان، لكن لماذا لم يتقدم بمبادرة تشريعية في هذا الخصوص؟ لم يتقدم بمبادرة واحدة. هنا اعتقد صالح أن الأمر هو كالتالي، يعني لو نحلل بعقل بارد كما يقال، هو الرئيس قيس سعيد جاء إلى السلطة في تونس ودخل الانتخابات بدون أي برنامج. هو قال من البداية، قال أنا دوري الوحيد هو وضع الآليات القانونية أمام الشباب هنا لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وما يريدون كما قال الشعب يريد. ولكن كما تعرف نحن انتقلنا الآن من الشعب يريد كما كتبت البارحة إلى أصبح الآن الرئيس يريد. فبالتالي هنا يعني هناك صار يعني هذه حقيقة، يعني صارت خديعة كبرى، يعني وهذا درس للمستقبل، بأن المفروض أن كل التونسيين أو كل المواطنين أو كل من ينتخب لابد أن ينتخب شخصية لها تاريخ سياسي، يعرف جيدا يعني مرجعياته السياسية، تجربته السياسية الحزبية وما شابه ذلك، يكون معروف. هو دخل بدون برنامج، وطبعا راهن على عظام الاستقامة ومقاومة الفساد والنظافة مع اهتراء الطبقة السياسية في تونس.